رجعنا لحضراتكم مرة جديدة بعد الفاصل، وفقرتنا الحالية هي بنتكلم فيها عن موضوع اتناقشنا فيه أخبار تتعلق بالأيام اللي فاتت على مدار هذا الأسبوع، وهو الانقسامات الداخلية اللي بتعصف بجماعة الإخوان الإرهابية واللي بارزة جدا في التضاد والتقابل ما بين جماعة لندن وجماعة إسطنبول. هنتعرف أكتر على كواليس هذه الخلافات وانعكاساتها على مستقبل الجماعة وأثار هذا الأمر على المنطقة بأكملها من خلال ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا في الاستوديو، الأستاذ سامح عيد، الباحث والمتخصص في شؤون الإسلام السياسي. برحب بحضرتك يا أستاذ سامح. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الفترة الأخيرة سمعنا عن صراعات ما بين فصيل في إسطنبول بقيادة محمود حسين وفصيل آخر في لندن بقيادة إبراهيم منير، وسيطرة إبراهيم منير على الموارد المالية للجماعة. عايزين نعرف هل حقيقي في انقسامات حقيقية داخل جماعة الإخوان أم ده يعني مجرد الظاهر فقط؟ يعني هو عامة جماعة الإخوان المسلمين من سنة 28 دخل على 100 سنة، حدث بها عدد كبير من الانشقاقات على هذا المستوى، ولكن في فرق جوهري ونوعي في اللي حصل مؤخرا. يعني مثلا كان في مجموعة شباب محمد أيام حسن البنا واتهموه أنه هو كان بيلم تبرعات فلسطين، جنيه فلسطين، وخدها صرفها يعني على الشعب وحاجات زي كده، واعترف حسن البنا ورجع الأموال، ولكن هذه مجموعة خرجت من الجماعة، وحسن البنا راح مشترك معهم في الجمعية بحيث يلم الموضوع، وكانت الأمور بتمتص بهذا الشكل. وكان خلافه مع السكري برضو، أحمد السكري اللي هو كان يعتبر أبوه الروحي وبعد كده برضو طلع من الجماعة. وكان طبعا في السنوات المؤخره، وطبعا كان في بقى في 65 شويه انقسامات، وطبعا كان في ايام حسن الحطيبي محمد الغزالي اقتحم مقر مكتب الارشاد في الروضه، كان ساعتها في مدينه الروضه، وجي محمد حمد الناصر المصعب بالسلاح وطلعوه من مكتب الارشاد. وكان في طبعا في 96 انقسام الوسط، ابو العيله ماضي والمجموعه بتاعته خرجوا من التنظيم. الاخير في تغير نوعي كبير جدا. هو اول حاجه كان في انشقاق سنه 15، مجموعه الكماليون، محمد كمال اللي قتل في مواجهات مع الامن المصري واللي هو خد طريق العنف وكان مؤيد من قبل الجماعه، ولكن حصل في سنه 16 ان هم عايزين يستوعبوا الموقف، هو رفض. والخلاف الاخير مشكلته ان هو طول عمر خلافات الاخوان داخليه وتفاصيلها ما بتعرفش. دي من أدوات التنظيمات المغلقة عامة، التنظيمات المغلقة ما حدش عارف حاجة، ففي مشاكل كتير جدا حصلت في السنين الماضية، ولكن كانت في الغرف المغلقة وما كانتش على مستوى القمة كده. احنا بنتكلم عن صراع على مستوى القمة واتهامات بالكذب واتهامات بسرقة أموال وعزل على الهوى من قبل فصيل لفصيل. طلعت فهمي اللي هو من تبع محمود حسين مجموعة تركيا، وأعلن عزل إبراهيم منير. إبراهيم منير طلع اتهم محمود حسين بالكذب، وأنه كان بيكذب على محمود عزت، أو أنه كان بيدعي حاجات، أن محمود عزت كان في السرداب يعني محدش عارف هو فين، وهو كان بيتكلم باسمه وقال لي وقلت له حاجات زي كده. فيطلع إبراهيم منير اللي هو يعتبر قائم أعمال مرشد يتهم اللي هو كان يعتبر برضو الأمين العام، أنه هو كان بيدعي أقوال يعني اتهامات بالكذب واتهامات بالاستيلاء على أموال. فصراعه وعلى نيته عامل حاجتين، ضرب التنظيم من الداخل ان اموالهم بتذهب في الهواء وتذهب، لان هما في النهاية كان في حجة في مصر ان هما بيسجلوا الاموال باسماء اشخاص، وكان بتتسرق برضو يعني. كان في قصة شهيرة جمعة امين ومدارس المدينة في اسكندرية، انما هما لما راحوا تركيا عملوا جمعية اسمها رابعة، ما كانش في مبرر ان هم يكتبوا الفلوس او الاموال، أو احنا بنتكلم اموال بعشرات الملايين وربما بمئات الملايين الدولارات، عقارات كامله ومؤسسات كبيره ومدارس وحاجات زي كده، اقاموا مصانع اقاموها في تركيا. فكان بيتكتب باسم اربع اشخاص، ابراهيم منير ومحمود حسين ومحمد البحيري ومحمود البياري، اللي هم القاده يعني ايه الاقدم ناس. فقالوا لهم طب الناس دي كلها فوق 80 سنه، او يعني ابراهيم منير 83، محمود حسين 77، في حاله الوفاه الاموال دي هتورث. وبعدين لما خرجوا بقى خرجوا راحوا تركيا بقت الامور مكشوفه، يعني ايام ما كانت مصر فالناس اللي في الاقاليم عيني مش عارفين ايه اللي بيحصل في القاهره، وكانوا بيتكلموا عن المكتب الارشاد ده كانه حاجه قدس الاقداس، الجماعه الربانيه،
ويقولوا عليهم ممكن يعني يروجوا عليهم اساطير يعني وكرامات ومعجزات وحاجات زي كده. فلما راحوا احتكوا لقوا بقى اتهامات بمشاكل اخلاقيه، اتهامات بالمال، اولادهم بيعيشوا عيشه مرفهه جدا، افخم سيارات وافخم فيلل من اموال الناس يعني الغلابه اللي بيدفعوا 8% من دخلهم الشهري على مستوى، فناس اتهزت من جوه، فالتنظيم اتهز من جوه على مستوى الاتهامات المباشره مش من اي حد، من ابراهيم منير لمحمود حسين ومحمود حسين لابراهيم منير القمه. وان اموالهم في النهايه بتذهب الى يعني الاموال اللي هم بيدفعوها من كدهم وتعبهم، واموالهم البسيطه اللي ربما بياخدوا 2000 ولا 3 في قريه من القرى ولا في وظيفه، بيدفع 8% من دخله في الاخر يروح ضرايب. معلش نوضح النقطه دي، يعني كل المنتمين للجماعه بيدفعوا زي ضريبه للجماعه بنسبه معينه من دخله؟ يعني زي العشور بتاعه الشيعه، في حاجه اسمها كانت 7% وبعدين بقت 8% من دخله الشهري. من دخله الشهري ده غير بقى الزكاه لو عنده زكاه مال، ده موضوع تاني. انما احنا على مختلف بلاد العالم ايا كان كله موجودين فين كله كل اي حد بيدفع، حتى لو ده حتى لو يعني طالب بياخد مصروف بيدفع 8% من دخله الشهري او من مصروفه لو هو لسه بياخد مصروف للجماعه، وده بيسموه حق الدعوه او حق الجماعه او حق الله، يعني لها مسميات كتير. ان هو في النهايه في اشتراك مالي ده اساس لازم يدفع العضويه في الجماعه. النقطه الثانيه الادعاء امام العالم الخارجي، يعني هو كان ليه العالم الخارجي بريطانيا ومجلس المخابرات العالميه بيتعامل مع الاخوان المسلمين؟ هم متعودين على المالتي ناشونال، يعني حاجه يعني هم السلفيين متفرقين وبعدين مش تنظيم في سمع وطاعه، يعني ما يقدروش يسيطروا على، يعني مثلا ممكن الحيوان يقول حاجه بتوع اسكندريه ما يسمعوهاش. ايوه. انما هم كانوا عايزين تنظيم عالمي، المرشد يقول كلمه يعني مالتي ناشونال، يعني حاجه مالتي ناشونال تبقى فكانت كانوا هذا التعامل مبني على فكره السيطره والقوه، وان هو يقدر يحشد ويقدر ايه. فحتى اللي هو التماسك الداخلي ده اللي كانوا بيروجوه كماركتنج يعني للجماعه او كتسويق للجماعه انهار. فاصبح حتى هم بيشتكوا ان الدخول قلت، كانوا بيشتكوا يعني انه مش عارفين، يعني حتى الفلوس اللي بتروح لاهالي المسجونين انقطعت الفتره الاخيره او تراجعت او نقصت بسبب ان الافراد نفسهم بداوا يشكوا. الاموال اللي بتيجي من رجال اعمال كبار او امراء او دول او اجهزه كل ده بدا يقل. الهيبه بتاعت الجماعه انهارت. طب انا عايز اسال حضرتك يا استاذ سامح، تقييمك للانشقاق اللي حاصل في الوقت الاخير ده يعد هو الاكبر ولا تقييمك ليه ايه بنسبه كام في الميه في تاريخ الجماعه من بدايه تاسيسها 28 زي ما حضرتك ذكرت؟ هو الموضوع انه نوعي. يعني كل الخلافات اللي كانت بتحصل زمان كانت في دوائر مغلقه وما كانش فيها عليها ظبط، انما انت بتتكلم دلوقتي في عصر السوشيال ميديا وفي عصر العولمه وفي عصر الفيديوهات، ما حدش يقدر ينكر او يقول ما حصلش. صحيح. يجي الفيديو كان زمان بيقولوا ما حصلش، يعني حصل خناقه زمان ما بين حسن البنا والسندي في موضوع قتل الخزندار، ان هو قال مين يخلصنا منه، فالسندي نفذ الكلام اعتبر انها فتوى بالقتل. لما حصل دوشه قال لك انا ما قلتش. ايوه. وتدافعوا بالايدي عبد الرحمن السندي بتاع التنظيم الخاص وحسن البنا، فكان في فرصه انك انت تقول ما قلتش ما حصلش الحاجات دي كلها. طبعا الكلام ده انتهى في عصر السوشيال ميديا. وبعدين احنا بنتكلم عن بيانات معلنه على الهواء العالم كله بيسمعها، مش الاخوان بس. ده انت بتتكلم، فهو الاختلاف في هذا الانقسام انه على مستوى القياده، وان هو نوعي من حيث انتشاره وكل الناس سمعت بيه في الداخل وفي الخارج، سواء داخل تنظيم او الجهات المموله والمانحه وحاجات زي كده في الخارج. فكل ده اثر على الجماعه بشكل كبير، وانا اعتقادي الشخصي ان هو على المدى المتوسط لن يكون هناك اخوان مسلمين وسيصبحون جزءا من التاريخ. خلينا نروح لنقطة تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم، ودار الإفتاء المصرية الحقيقة بتقود هذا الموضوع حاليا من خلال كمان منصات السوشيال ميديا، ولكن في تعليقات بتجيلها لدرجة أن الناس بتقول لهم هو أنتوا هتفتوا؟ فحضرتك شايف إزاي تجديد الفكر والخطاب الديني، وهل الجماعات هي اللي واقفة وراء التعليقات اللي بتكون بالشكل ده؟ تاني، هو وإن كنت أنا بقول أن الإخوان المسلمين كاسم ربما سينتهي من الوجود في المدى المتوسط في المدى القريب، ولكن دايما اللي انا بقوله ان الايديولوجيا متجاوزه التنظيم. على مدار 40 سنه بعيدا عن بقى 28 كان ايام نظام عبد الناصر كان الموضوع انتهى تماما، بس في ظل يعني المكايده السياسيه كان السعوديه بتدعمهم بشكل او باخر وتستقطبهم عندها. بس منذ السادات وهم اعتلوا المنابر واعتلوا المنصات وتواجدوا في التلفزيون
وفي آخر سنوات، وإحنا بنتكلم بقى عن يعني أقطاب كبار، محمد صحيح. عمارة، الغزالي، القرضاوي، سليم العوة، فهم هويدي، بنتكلم عن قامات كبيرة جدا قادوا الإسلام السياسي، وبرنامج الشريعة والحياة في الجزيرة. ايوه. والغزالي كان بيكتب في جرائد الدولة وبيطلع في تلفزيون الدولة مع كريم حمزة، الشعراوي نفس الكلام. فأنت بتتكلم إن على مدار 40 سنة حصل تغير في الوعي، لدرجة إن أيديولوجيا الإخوان المسلمين أصبحت أوسع كبير جدا من التنظيم الإخوان المسلمين. فإحنا بنتكلم عن أيديولوجية بقى اللي هو فكرة القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية وتطبيقها، وإنه المفروض يبقى في دولة إسلامية. اللي هذه الأفكار من تكرارها وعلى مسامع الناس انتشرت على مستوى القاعدة الشعبية، مش القاعدة الشعبية بس، يعني مش عايز اقول لك ان لما يحصل مثلا اسلام بيحيي السجن واحمد عبد المهدي ياخد له 5 سنين، لا يعني ده حتى في اجهزه الدوله بشكل او باخر. في وبعدين اخترقوا التعليم. اخترقوا التعليم ازاي؟ كان في روايه لطه حسين كانت بتدرس في الثانويه العامه اسمها الشيخان. الشيخان دي كان بيتكلم عن العصر الاسلامي الاول بنظره واقعيه، ان كان في ربانيه وفي إيثار وفي أخوة وفي صراع السلطة وفي قتل وفي حروب ردة وفي خلافات ما بين كبار الصحابة وفي كذا. كان بيوري الإيه الوجهان الواقعيين، مش يدي صورة يوتيوبية عن هذا. كأنها كان مدينة فاضلة وقتها، وكل ده من الموجود في التاريخ، وما جابش حاجة من عنده، كلها من كتب التراث اللي بيعتمدها أهل السنة، ولكن هو معتمدينها إنما ما تتقالش، ما تتشرحش، ما تتعملش. اتشالت الشيخين وتحط مكانها عقبة بن نافع ومش عارف عنترة بن شداد وشوية روايات كده، تطلع واحد مع مشروع الإسلام السياسي. وحتى الآن موجود على فكرة، عقبة بن نافع موجودة حتى الآن في أول أعدادي. صحيح. أول أعدادي. أيوة. أول أعدادي. بيتكلم إن الجهاد، جهاد الطلب والغزو ونشر الإسلام، اللي هي فكرة الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية أو أستاذية العالم، اللي هي بمعنى أصح جهاد الغزو اللي هو جهاد الطلب. المفروض إن جهاد الإسلام جهاد دفاعي، اللي هو انت بتدافع عن نفسك، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين. انما هم رووا فكره القتال او جهاد ما يسمى جهاد الطلب او قتال الغزو لنشر تحت عنوان يعني لتكون كلمه الله العليا، فموجوده في التعليم لغايه دلوقتي. طب لغايه النهارده السؤال المطروح، يعني ليه ما حدش تحرك تجاه هذه المناهج؟ للاسف الشديد في ايدي مرتعشه عشان نكون صراحاء، وفي تيارات جوه الدوله يعني مختلفه الافكار. يعني مش عايز اقول لك انت ممكن تقعد مع واحد زعيم حزب الليبرالي، ده حصل يعني زعيم حزب الليبرالي بشكل او باخر، يقول لك الاسلام دين ودوله. فانا قصدي احنا عندنا مشكله في الوعي. انتهى الاخوان بس افكارهم لسه موجوده وتغلغلت وتسربت، زي ما قلنا احنا بنتكلم عن اساطين كبار واحتلوا النقابات في وقت من الاوقات. في اخر سنين مبارك كنت بتكلم عن 5 6 7 قنوات بين سلفية وإخوان متصدرة منصات صحيح. ومفتوحة في كل البيوت وبتصدر خطاب كراهية والدولة صامتة يعني. أيوه. فالأيدي المرتعشة بقى إن هم التانيين الإعلام المعادي دايما يتهم الدولة إنها بتحارب الإسلام، بتحارب الدين، مش عارف بتهدم المساجد كذا كذا كذا. فهو يروح يقول لك لا ده احنا بقى ده احنا يعني يزايدوا ده احنا كمان ده احنا أنصار الدين، ده احنا مش عارف كذا، فنحبس يعني. فتفاجأ بقى تطلع ايه احكام بهذا الشكل. يعني لما تيجي بعد 2013 يتسجن الشيخ محمد عبد الله ناصر، يتسجن احمد عبد المهدي، او يتسجن اسلام بيحيري، تحس ان في حاجه في حاجتين في الدوله بيشتغلوا ضد بعض. فلا احنا للاسف الشديد احنا زي ما قال ابراهيم عيسى، او يعني قلنا كده كذا مره، في فرق بين مواجهه الارهاب ومواجهه الارهابيين. الارهابيين دول خلاص ناس شالت السلاح وبتواجه الدوله صح، فالجهاز الامني بيتعامل معاهم طبعا. انما مواجهه الارهاب اللي هي المواجهه الفكريه طبعا، اللي هي المفروض التعليم ما تغيرش، التعليم الاعلام يعني العالم بيحاول يعمل حاجات، بس برضو الموضوع اكبر من كده. فين دور وزاره الثقافه، قصور الثقافه اللي ماليه ربع مصر ما بتشتغلش، الروايه، الفن يعني. وده فؤاد علام وصل له بعد خبره، قالوا قبل الثوره حتى، قال ان هو يعني بعد ما قاعد يواجه الاخوان المسلمين 30 سنه في التحقيقات. ايوه. قال لك لا ما احنا كده مش هينفع، ما احنا بنخلص موجه يطلع لنا موجه ثانيه. واجب هو واجه اجيال من الايه من الارهابيين. وبعدين بيطلعوا ايقونات ابطال، سيد قطب عدم بس ايقونه فكره انتشر ولسه بينطبع دلوقتي في دار الشوق في كل الدور وكتبه ماليه البيوت.
لان هو قال او حد تاني قال ايا كان قول منسوب اليه ان كلمتين عرائس من شموع اذا متنا من اجلها دبت فيها الحياه. ودي حقيقه ايا كان بقى واحد صح ولا غلط. واحد مات من اجل افكاره حتى لو هذه الافكار فاسده ليصبح ايقونه. فهو بعد ما حصل المواجهات دي يخلص جيل يجيله جيل يخلص جيل يجيله جيل واجه عده اجيال قال لك لا ما هو كده مش هينفع ما هيطلع ايه اجيال اخرى. فرجع بقى للمتخصصين المفكرين بدا يشغله اللي هو المفروض ست محاور ما بينها الاعلام والثقافه والتعليم وغيره. انت عندك 24 مليون طالب في التعليم تقدر تغير تفكيرهم بطريقه التفكير النقدي وطريقه اللي ايه مش طريقه الحفظ يحفظ ثوره يوليو يحفظ محمد علي يحفظ كذا. لا خليه يفكر وخليه يناقش وخليه يعمل سيرش ويبحث بحيث يطلع واحد مستحيل حد يقول له سلم امورك الحواليه الجماعه. أيوه. او التنظيم لان هم بيعملوا تنظيمات دي عبوديه عبوديه غير مقبوله لاي عقل حر. من ضمن تعليم حسن البنا تسلم امورك الحيويه للجماعه بمعنى سلم دماغك يا ريت دماغك حياتك الشخصيه تتجوز تستاذن تعمل تفتح محل تستاذن العمل تستاذن دي معناها تسلم امورك الحيويه للجماعه ده موجود في الرسائل البنا وهم بيبيعوا على كده. ايوه يعني فانت بتتكلم عن عبوديه كامله ما كانتش موجوده في اي تحت اي نبوه يعني صحيح. فانا قصدي عشان تطلع واحد ما ينفعش يتعامل معاه كده. وبيتعامل معاه كده مين؟ دكاترة جامعة ومهندسين وأطباء. ايه حضرتك في النقطة دي؟ هل الموضوع متوقف؟ شهير لدكتور جامعة بيوطي يلبس المرشد الجزمة دكتور جامعة يعني أيوه. أستاذ دكتور جامعة والمشكلة مش إنه يوطي يلبسه الجزمة إن المرشد يستسلم عادي إن هو ده طبيعي جدا إن دكتور جامعة يلبسه الجزمة وإن ده مشهد يعني إن هو إيه شو إحنا مسيطرين على الناس ومستحب يعني. يعني الموضوع مش متوقف فقط عند المناهج التعليمية لكن كمان المعلم نفسه والقائمين على التعليم. ما هو المشكله زي ما قلت لك احنا 40 سنه مخترقين. احنا 40 سنه مخترقين على مستوى التعليم وعلى مستوى الصحافه وعلى مستوى حتى اسماء الشوارع. يعني مثلا على سبيل المثال كان في مشكله في عندنا في اكتوبر بيسموا كتير جدا اسماء الصحابه. يعني مش عايز اقول لك مثلا المدارس في مصر لو عملت احصاء لو حد عمل احصاء هتلاقي مثلا 75% اسماء الخلفاء الاربعه الراشدين. ايوه وتلاقي مثلا الاداره فيها الفاروق عمر وعمر بن الخطاب المدرستين اسمهم عمر. فمفيش مشكله مش هي دي القضيه بس انا قصدي اسماء الشوارع بيسموا برضو اسماء الخلفاء مفيش مشكله شيء جميل. انما الخناقه حصلت لما مثلا سموا مش عارف مره نوال السعداوي او مره مش عارف شارع فرجفود حصلت يعني ثوره عارمه وتشال الاسم وان ده اعتبروه يعني ايه يعني المنطقه مليئه بشوارع اسماء الصحابه. حط بس نوال السعداوي ايه في النص كده في شارع داخلي ليه وليه بقى مظاهرات على الفيسبوك ولقوا اسم الشارع. طب انا عايز اسال حضرتك يا استاذ سامح احنا من 2013 ومن بعد 30 يونيو يعني نقدر نقول ان في صحوه على كل المستويات بدايه من القياده السياسيه واجهزه الدوله التنفيذيه وصولا للقواعد الشعبيه اللي صارت ضد جماعه الاخوان. من 2013 لغايه النهارده حققنا ولو بنسبه كام في الميه من معركه الوعي اللي احنا بناخدها ضد هذا الاختراق اللي حضرتك ذكرته. على مستوى الامن 80-90% على مستوى الوعي ما يجيش 5% يعني الموضوع يعني زي ما قلت لك الموضوع المفروض روايات وعمل حر وثقافه ومسرحيات ودراما وسينما وحاجات كتير يتعمل. مثلا يعني مثلا ابراهيم عيسى قدم فيلم الضيف قدم مولانا قدم حاجات كده حملوا اختيار واحد واختيار اثنين وان كان حتى يعني انا علقت على اختيار واحد ان هم مثلا هجموا ابن تيميه في الحلقه الثالثه انتفض الازهر وجم يدافعوا عنه في الحلقه ال 27 وجابوا شيخ يقول للجنود والعساكر ده ابن تيميه زي الفل. افكاره يعني افكار متطرفه متطرفه بشكل حقيقي يعني مش وحتى دخلت انا كنت في حلقه مع علي براشي قلت لهم يا جماعه بيدافعوا عن ايه؟ الراجل بيطلب بحرق الكنائس او تدميرها او وعدم بنائها ومن حق الولي يهدم يعني ومش عارف اللي يصلي جهرا او ينوي جهرا يتقتل يستتاب ويقتل ومش عارف ايه يقتل نص فتاوي يستتاب ويقتل. فدي فتاوي بتدافعوا عن ايه مش فاهم. فانا قصدي شوف الالحاح يعني قصدي يعني وجهه كمان انه يعني طبعا اختيار المخرج مثلا ميمي او بيتر ميمي خمسيحي فبرضه اهتز طب صالحهم الاصل طب انتوا عايزين ايه؟ انا ما اعرفش اللي حصل ايه بالظبط في الكواليس بس انا انزعجت لما طالعين يدافعوا عن ابن تيميه في الحلقه 27 وان هم دي فتاوي هي دي فتاوي الارهاب الحقيقي صحيح. يعني حضرتك حتى شايف الفكر المستنير او محاوله تغيير الواقع بيتم يعني ارهابها يعني توجيهها لاتجاه ما وان هي بتخضع في الاخر.
ما هو مش قصدي، بس هو احنا لازم كتنويريين نواجه بقوه وبصراحه وما نخافش يعني. ما هو معنى ان احمد عبد المهدي يتسجن او اسلام بحيري يتسجن، ما هو الناس طبعًا مهدده بالسجن يعني طبعًا. يعني انت بتتكلم ان هم منتصرين، وبعدين بقى شوفي الشماته على السوشيال ميديا وان الاسلام بينتصر. الموجه اللي يعني سيبك ان هو خد حكم سجن، شوفي التعليقات على السوشيال ميديا يعني نسبه كبيره جدا بتؤيد، وازاي ان هو تطاول ايه يا جدعان؟ ده الراجل بيدافع عن الراجل بيكلم مربع الايمان وبيدافع عن الاسلام أيوه. من التشوهات اللي الفقه او المرويات جابتها. طيب انا عايز اسال حضرتك، وحضرتك بتتكلم عن التنوير يا استاذ سامح، في تجربه مماثله في العصور يعني نقدر نقول القريبه مش القديمه قوي او الوسطى، عصر التنوير في اوروبا وما حدث من بعده من انفتاح كبير جدا من بعد ما كانت أوروبا للنهاردة بنشهد فيها هذا الكم من الاستنارة والحرية وإلى آخره، كانت في يوم من الأيام أكتر من هنا بزيادة يعني التاريخ بيقول كده، وحصل في تنوير ما التفتيش والدوشة طبعا كان فيها يعني سميت بالعصور المظلمة لدرجة السواد اللي كانت فيه. هل التجربة الأوروبية في فكرة التنوير وعصر التنوير اللي شهدتها أوروبا تقدر ان هي تكون مماثله في مجتمعاتنا الشرقيه وتحديدا في مصر، ولا كل مجتمع وليه معاييره المختلفه؟ هو طبعا برضو اوروبا خاضت معركه 4 قرون عبر ما وصلت اللي هي فيه، بس مش المفروض التجربه الاولى لما تقعد 4 قرون التجربه الثانيه ما تقعدش كده. ولكن هنا لان حصل زي ما قلنا دايما حسابات سياسيه، يعني جه السادات مثلا كان خلاص الاخوان شبه انتهوا يعني، فجه السادات في ظل بقى موائمات سياسيه اعطاهم مساحه شويه وعايز يتخلص من التنظيم النصيري اللي ضده او الشيوعيين اللي ضده، فقال لك نجيب الدول يعني. ففي ظل يعني حتى امريكا نفسها عشان برضه نكونوا صرحاء هي حبت صعد الاسلام الجهادي. يعني هم اللي خدوا طارق رمضان او ابوه رمضان سعيد رمضان وعملوا له مراكز، لان هم التجربه دي كان هتلر تلقفها. هو قال اللي هيواجه الشيوعيه تيار اصولي ديني. وكانت ساعتها اوروبا زي ما انت قلت المسيحيه تحولت لعلمانيه او بقى في علمانيه، ففكره الاصوليه المسيحيه مش هتشتغل مع الشيوعيين اللي لسه حيه ونابضه الاصوليه الاسلاميه. وجاب حسن بنا كتب مقالات تمدح في هتلر، وجاب امين الحسيني وعملوا جيش اسلامي من الدول اللي هي تحت الاتحاد السوفيتي دي. وكانوا بيقروا القران وموجودين، وده فيديو امين الحسيني بيسلم على هتلر وقاعد معاه، وجايبين الجيش النازي في بيصلوا الصلاه بتاعه المسلمين. وبعدين طبعا انتهى هتلر، انما الفكره تنتها نابضه وتلقفتها امريكا، خدتها من اجهزه المخابرات الألمانية وابتديتها مخمراها، بس ما كانش ينفع تعمل الحركة دي وفي ظل موضوع إسرائيل. أول ما اتحلحل إسرائيل ما عدوش 5 6 سنين، يعني كان بديفيد 78 79 كان الجهاد الأفغاني واخدين كل الناس، عبد الله عزام الفلسطيني لسه مشكلته ما اتحلتش. طب احنا مصر كنا حلينا مشكلتنا، طب انتوا يا فلسطين لسه ما حلتوش مشكلتكم يعني مع إسرائيل. فيبقى عبد الله عزام هو أمير الجهاد الأفغاني. يعني عايز نقول لك برضه ان المجتمع الدولي كان متورط في هذا الامر عشان برضه ما نظلمش نفسنا. صحيح. المجتمع الغربي اللي هو عامل التنوير ده، انما هو في النهايه يبحث عن المصلحه السياسيه. فراح هو اللي مطلع الاسلام الجهادي. وبريطانيا كمان يا استاذ سامح برضه. ما هم يعني امريكا كانت بتقود المنظومه الغربيه كلها. وراحوا قعدنا من 79 89 انهار الاتحاد السوفيتي. طب ما هو ده هينفجر في وشك بعد كده، ما هو بعد ما خلصوا روسيا راحوا متضيرين بقى عاملين نيروبي ودار السلام و11 سبتمبر والمدمرة كور في اليمن وسام بن لادن. انتوا طلعتوا لنا برضو الأم ودعمتوا الحكومات، يعني كمان كان في تعاون سعودي مصري مع نظام امريكا ان هو ايه يسيبوا الناس تطلع. يعني يسيبوا الناس تطلع من مصر وتروح ومن الدول العربيه ومن السعوديه وكلام من ده. ما هو كان ايه، كان افغانستان قايم عليه على مصريين وسعوديين ويمنيين. صحيح. هم دول عملوا الجهاد الافغاني. فانت بتتكلم ولموا اموال ضخمه جدا وتبرعات رهيبه، طبعا كان النقابات في مصر شغاله وفي كل الدول العربيه. وكان في مجله اسمها الامه كده قطر كانت ب 20 قرش يعني في هذا التوقيت من الـ يعني من الـ من الـ يعني الورق المقوى يعني هو الكوشيه ده 250 أيوه. جرام كان ب 20 قرش كلها افغانستان من اول صفحه لاخر صفحه. وبعد كده راح قلبها بوسنه وهرسك، لما خلصت افغانستان شغلوها بوسنه وهرسك وبعدين البانيا. كانت مجله اسمها مجله الامه وكانت بتصدر كتيبات كلها اسلام سياسي. لا احنا يعني طالعين من ازمه كبيره مريرة. مش العالم العربي بس او زعماء العالم العربي متورطين فيها، لا كان متورط فيها برضه ايه قوى غربيه لتحقيق مصلحه. وهم حاليا شغالين برضه على الفكره دي.
ما هو كان ليه بيتعاملوا مع الإخوان مع الإسلام السياسي؟ أيوه يعني ودعموا سعيد رمضان ليه؟ فكرة هتلر اتخمرت في ذهنهم ونفذوها من 79-89 ومش بعيد يكون بيفكروا ينفذوها دلوقتي في الصين. الروهينجا ومش الروهينجا والروهينجا مشكلة مش دينية بقدر ما هي عرقية. ما هو أصل في مساجد في في في, في الصين صحيح، وفي بيكين فيها مش عارف كذا، وفي مساجد فيش مشكلة مع المسلمين بشكل عام، ولكن الروهينجا لأن هو دين جنبي كده أقلية عرقية وحركة انفصالية يعني عايزين ينفصلوا، فأي حركة انفصالية بتواجه. أنا مش بدأ لكن تم تصديق فكرة عن الصين يعني مسلمين عايز أقول الموضوع عرقي أكتر منه إيه ديني، فتروح أنت مكبره ومضخمه وعايز بقى حي على جهات في الصين. ايوه احنا المشكله ان المجتمع حتى الغربي عامل عنده الليبراليه وعامل عنده العلمانيه، ولكن هو ربما برضه بيستغل المنطقه. فاحنا عندنا مشكله عايزه يعني من اول محمد علي وحاول يعمل تحديث وحصلت المقاومه، فكره بقى الغزو الثقافي، يطلع بقى الشغل الاسلام السياسي يحذرك من الغزو الثقافي، وكان كل ما هو من الخارج هو كفر وهو فسق وهو فجور واي حاجه ما تاخدهاش من الديمقراطيه، بقى الديمقراطيه كفر. فانت بتتكلم في ازمه ومقاومه، مقاومه بقى مش مشكله من كمان من الزعماء الدينيين بس، من السلطات السياسيه، لان هي شايفه ان التحكم في الشعوب سهل عن طريق الدين، سهل عن طريق رجال الدين. ايوه فمفيش مشكله نديهم مساحه وفي نفس الوقت هم يسيطروا لنا على الناس تحت طوعنا برضو ايه هيسيطروا لنا على الناس. فاحنا في ازمه كبيره، يعني مش عايز اقول يعني على المدى المتوسط مفيش امل. يعني على المدى المتوسط انما على المدى الطويل لو اشتغلنا صح على التعليم وعلى الاعلام وعلى الثقافه وعلى الفكر وعلى كده، يبقى قدامنا 50 سنه نطلع من الازمه اللي احنا فيها. حتى كان مره يعني مذيع ياباني او صيني، فقلت له يعني انسى يعني موضوع المدى لسه طويل، المشكله مش سهله حل حالتها. ايوه فالاجيال الجديده اتغيرت افكار تفكيرها نسبيا. فحلني بقى عن الجيل بتاعي وبتاعك ده، يعني حتى ابراهيم عيسى اخر مره قال انا خلاص ما عنديش امل ان جيلي يحصل فيه تغيير في اخر حلقاته يلحق يعني دوله مدنيه. واخر حلقات قال احنا انتوا مقتنعين ان احنا في دوله مدنيه، هو امبارح او امبارح قال ازاي تحكموا على احمد عبد الماهر ويبقى دوله مدنيه؟ صحيح. فقال لا احنا دوله سلفيه. طب بالعوده يعني للانقسامات اللي حاصله في جماعه الاخوان، هل ده هيعمل تغيير في صوره الاسلام السياسي او الاخوان، فبالتالي هيغير في فكر الشعوب؟ يعني هيساعد في الخطوه دي؟ هو بشكل عام طبعا الاسلام السياسي في المغرب يعني منيا بهزيمه ساحقه في المغرب، مش عارف صحيح. وتونس وغيره. تونس طبعا نفس الكلام، طبعا مصر هي اكبر هزيمه وهي اللي اثرت على كل العالم العربي. ستظل مصر رضينا ام ابينا هي المحرك يعني للعالم العربي، هو المؤثر بشكل كبير جدا طبعا. وهم خلاص يعني حتى هم فكره ان هم يعني اسم الاخوان المسلمين انا شايف انه انتهى، بس الاسلام السياسي ما انتهاش. الايديولوجيه زي ما حضرتك قلت. وفكره تجربه ان هم يبقوا في الحكم برضو ما بقاش عندهم رغبه قوي، لان الحكم نور بيكشف، ودول تنظيمات عاشت في الضلمه. اللي عاش في الضلمه يخاف الشمس، يخاف من النور. وهم فعلا لما طلعوا في النور في مصر، طب يا عم اطلع احكم، اتفضل احكم. بانت بقى الايه؟ الدوشه والمشاكل وحي على ويأذن في البرلمان، ويعني بدانا نحس نشوف بقى الناس ايه يعني اتصدمت على موازي اتصدمت. فاللي عايش في الضلمه ده هم حتى حسوا ان النور ده خطر عليهم، والنور الجامد قوي ده اللي هو الحكم خطر، بس هم متواجدين ممكن يتواجدوا بشكل ايه مش باسم الاخوان المسلمين، انما الفكره هتظل بتحاول ايه تزاحم وتتواجد، مش لازم تصعد للايه للقمه. يعني مثلا اردوغان هو لما جه مصر قالوا له بقى ده انت الزعيم الاسلامي، قال لهم لا انا زعيم مسلم لدوله علمانيه. تركيا فيها دعاره مرخصه حتى الان، والدنيا خمور عادي يعني. فهو عارف موقفه، فهم عايزين ربما يستنسخوا تجربه اردوغان بس برضه في المدى القصير، فكره ان هم يطلعوا للحكم والنور، هم نفسهم بقوا متخوفين من هذا الامر. وغير ان طبعا الشعوب نفسها لفظتهم، بس خلي بالك في ناس من اللي صاروا على الاخوان في 2013 كانوا شايفين ان هم ما طبقوش الشريعة صح. كمان يعني في جزء من الناس اللي صاروا لو كانوا طبقوه صح كانوا لا يعني مش قصدي بكل الناس، ما كل الناس كانوا رافضين للاسلوب والاستعلاء وكذا، ولكن في فريق يقول لك ده محمد مرسي عطى رخصه لشارع الهرم 3 سنين عايزين بقى الشريعه بسرعه وحاجات زي أيوة كده أيوة. فانا قصدي يعني
احنا انما مشكله الوعي والفكر الديني مش الخطاب الديني، مش مجرد الخطاب تغير شكل الخطاب. صحيح. انت عايز الفكر، فكره التسامح، فكره القبول الاخر. فكره احنا بنتكلم في مصر لازم نعترف ان في مشكله كبيره. مشكله كبيره عملتها فتره السبعينات واثرت فيها، ولازلنا بنعاني اثرها، ولازلنا نعاني ايه، نعاني من اثرها حتى الان. طبعا لما طلع الشيوخ وقالوا خطاب كراهيه، برضو الطرف الاخر المسيحيين بداوا يتوتروا، او بداوا بعضهم يهاجر، او بداوا ياخدوا موقف، ويبدا الموضوع خد حدته، خف التوتر سنه، بس لسه في لسه في حاله توجس. صحيح. وعدم قبول، يعني احنا المجتمع اللي انت بتقول عليه الغربي ده، يعني مثلا كان في يوتيوبر بريطاني من فتره كده اسلم، فبيسالوه، كانوا عاملين حوار مع عام كاملين، طب قال لهم والله ده انا، طب والدك والدتك تقبلوا الموضوع ازاي؟ قال لهم والله عادي، قال لهم دخلت الاسلام، فقالوا ده دين كويس، ده انت مبسوط يعني؟ لما نوصل للمرحلة دي، احنا عندنا في مصر طبعا توتر جامد جدا، يعني خلي بالك ممكن الأسرة ابنها يلحد تمتعد، انما ابنها يروح من الإسلام المسيحية او مسيحية الإسلام، مصيبة يعني دونها خرق القتال. كارثة. كارثة كبيرة جدا. بمعنى يعني مش عايز يعني القياس مع الاختلاف، يعني لو أسرة أهلوية ممكن واحد من العيال يشجع الاسماعيلي، انما يشجع الزمالك لا ما يقعدش في البيت. أيوه. يعني قصدي مع القياس يعني. لما نوصل للمجتمع ان هو يبقى مفيش مشكله، اصل المسيحيه هي الديانه الاولى في العالم، والاسلام هي الديانه الثانيه في العالم. مش هتدول واحد سبعة من عشرة يعني، لا مسلم هيغير ولا مسيحي هيغير وكذا. صحيح. لما نوصل للحاله بتاعت فرنسا دي، ان هم يسيبوا الناس من غير ديانه ل 16 سنه وبعد كده يختار ديانته، والناس ما يبقاش في توتر ان مسلم يبقى مسيحي او مسيحي او مسلم، او يروح يلحد، او يروح يبقى بوذي، او يروح يبقى هندوسي. لما نوصل للمرحله دي ان الناس تتقبل المواضيع دي، يبقى نقول عندنا حريه اعتقاد حقيقيه، نتمنى وعندنا تسامح حقيقي. نتمنى. صحيح. نتمنى ان حقيقي يتم اتخاذ خطوات جاده في تغيير فكر المجتمع وفكر المواطنين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا استاذ سامح حيد، الباحث في شؤون الاسلام السياسي، تشرفنا بوجود حضرتك. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة وختام حلقات أسبوعنا، ونلقاكم في أسبوع جديد، وبداية من السبت لحد يوم الأربعاء من 9 ل 11 مساء. والشكر موصول مني أنا يوستينا يوسف، ومن زميلي مينا مكرم. تصبحوا على ألف خير.